عايز اتكلم عن ان انت اول عازف ايقاع يعمل مدرسه وله طلبه الحقيقه، الحمد يعني لله، عدد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الحمد لله، الرحمن، ربنا يزيد ويبارك. ربنا يخليك فعلا. ولما اعلم ابني او بنتي فن عظيم طبعا ده طبعا حاجه طبعا، ترقي الروح. أهم آلة، أهم كلمني عن آلة. مدرستك وازاي الفكره جات لك. والله المدرسة أنا كنت بدي أونلاين كتير قوي أجانب، وبعدين بعتولي في دار الأوبرا المصرية إن مركز تنمية المواهب إنك تعمل فصل الإيقاع. فعملت فصل الإيقاع، بسم الله ما شاء الله، لقيته أكتريته بنات طلبة كتير جدا، فابتدوا يطلعوا معايا حفلات في دار الأوبرا. فكل اللي بتشوف الشكل والقيمة والمكان، والاحترام والشياكة. طبعا طبعا انت بتعمل بجد كأنك اوركسترا ايقاع يعني بالظبط، هو الحقيقة. أوركسترا الإيقاع طبعا. وكان المفهوم، الطبلة دي كان مفهومها عند الناس يعني مش لذيذ، يعني كان دايما زمان الطبلة مرتبطة بالرقاصة، الطبلة مش عارف ايه يعني كان. فأنا يعني بقيت مصر ان انا لازم اخلي الطبلة دي الحمد لله توصل للعالم، وهي فعلا وصلت للعالم. والحقيقة انت خليت يعني انا اقعد اتفرج على شو عزف فقط من غير رقاصة واستمتع وابقى مش عايزاه يخلص. طبعا انت غيرت الفكر. بالظبط كده طبعا. وده اللي انا بقوله، انت مش مجرد حضرتك مجرد عازف آلة، لا لا انت طبعا مطور في الآلة. الحمد لله، انت عملت قيمة للآلة. الحمد لله. انت مصر ان انت ما تحتفظش بعلم الايقاع ده لنفسك، انت طبعا بتعلم لازم، طبعا طبعا الناس طبعا. يعني. انا الحمد لله رب العالمين بحاول حتى الطلابي ان انا اديهم يعني كل حاجه، كل حاجه، السنس والحاجات البسيطه يتعامل ازاي. يعني بديهم الاول، بقعد اتكلم معاهم كتير الاول، وانت حبيتيها ليه وجيتي هنا ليه، ويعني تفهم سيكولوجية تفكيرها ازاي. بالظبط. تمام. طب انا عايز اتكلم عن لو سمحت نوري ان في طبلة باسمك ومتصنعة باسمك بالظبط. وتمنها انا اتخضيت لما سمعت الرقم، بس تستاهل يعني، لا يا ومصنوعة طب بمية طبعا الذهب. بالظبط. طب ممكن اوريها للناس كده في ايد حضرتك برضو؟ يعني هي طب هي باسمي دي، ايوه معموله مصنوعه في اليونان، في اليونان. صانعها يوناني، ومن احسن طب الصناع. نرفعها شويه عشان نبين بعد اذنك، لا ابين اللوجو يعني في اللوجو حاجه المعدن دي. اللوجو مكتوب سعيد الارتيست، ايوه طابلة سعيد الارتيست دي، فبتتباع في العالم كله، فمعمولة حتى الشغل بتاعها. يعني ده ده فخار. فخار، ده جلد، جلد حقيقي، جلد سمك، جلد جلد سمك. ده كان شغلنا زمان في مصر، كان كل طبل جلد. الطبل الايقاعات كانت بتبقى جلد وفخار، فكان دايما تتكسر او الجلده تسخن قوي شقة او تتقطع. تتقطع. يعني فحاولت وانا في اسكندريه، انا اصلا اسكندراني احسن ناس. الله يخليك، فعملت بقى الطبله الحديد، طبله الومنيوم. هو ده حضرتك اللي افكارك فكرتك افكاري من بامانه؟ اسكندريه. والله طب دي انا حاجه اول مره معروفه. اعرف ان انت صاحب هذه الفكره. لا طب معلش ننزل دي ونطلع وبعدين زخرفناها بقى دي بالصدف، حديد. حديد، دي انا حديد والله ما برضو كنت فاكرها. بتتكسرش، والجلده ما بتتقطعش، بلاستيك. بس طب حضرتك احنا سمعنا دي يعني، ورينا دي كده بقى صوتها. صوت. مثلا الصوت عافي، صوت